الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في باب معرفه الامام والرد اليه من كتاب الكافي الشريف للكليني رضوان الله تعالى عليه. الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هشام بن سالم وهو أحد أصحاب الإمام يسأله سؤالا حول هذه المسألة. وكان هشام بن سالم قبل ان يلتقي بالامام الباقر عليه الصلاه والسلام من العامه وينقل انه كان جهميا اتباع الجهم ابن صفوان وله مذهب خاص في علم الكلام وينسب اليه انه كان مجسما فكان هشام من اتباعه، لكن بعد ذلك التقى بالامام الباقر عليه الصلاه والسلام، وهداه الله الى ولايه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، وتعلم علم الكلام الصحيح عن الائمه، وبرع في ذلك حتى صار من اعلام أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في مسائل التوحيد له مناظرات، في مسائل الإمامة له مناظرات، وفي مسائل أخرى تتعلق بأصول الدين. لأنه برع في هذا الجانب. أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام الكثير منهم تخصصوا في مجال من المجالات مثلا زراره في مجال الفقه هشام بن سالم وهشام ابن الحكم في مجال العقائد وهكذا اصحاب اخرون من الائمه برعوا في مجال من المجالات يعني يجي يسال الامام الباقر عليه الصلاه والسلام عن الامام هل معرفه الامام واجبه او فاضل احيانا شيء واجب مثل صلاه الصبح واحيانا شيء فاضل مستحب مثلا مثل صلاه الليل صلاه الليل مستحب يعني فيه الثواب الكبير والله سبحانه وتعالى أمر بها لكن أمرا ليس إلى حد المنع عن النقيض، وإنما أمر إرشاد إلى هذا الثواب، وأمر مولوي، لكن مع الترخيص في تركه يجوز لك أن تتركه، لكن إذا تركته فاتك فضل كثير. هسه معرفة الإمام واجبة أو ليست بواجبة، ثم إن الوجوب على جميع الخلق أو على بعضهم، لأن أكو واجبات تجب على البعض دون البعض، باختلاف الحالات أو باختلاف المكلفين، مثلاً: الجهاد واجب على الرجال دون النساء. الصوم واجب على الحاضر فمن شهد منكم الشهر فليصمه دون المسافر والمريض بتفصيل مذكور في الكتب الفقهيه من كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر لكن مثل صلاه الصبح هذه واجبه على الجميع رجالا ونساء في جميع الحالات لذا عدنا حتى احنا صلاة الغريق يعني اذا واحد انكسرت به سفينته وهو في وسط البحر مثلا متعلق بخشبة او لا بدون خشبة ده يسبح وينتظر رحمة الله سبحانه وتعالى في انقاذه زين حان وقت الصلاة هذا الانسان الغريق في هذه الحالة لا يتمكن لا من ركوع ولا من سجود ولا من مراعاة القبلة ولا ولا ولا. الصلاة لا تسقط عنه. نعم، كيفيتها تناسب حالته. بدل كل ركعة يذكر التسبيحات الأربع. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. زين هذا في مسائل الفروع. هسه هشام ابن سالم يسأل الإمام الباقر عليه السلام: "معرفة الإمام، معرفة الإمام، واجبة على جميع الخلق أو مو فضل، وعلى جميع الخلق، أو لا؟ على ناس دون ناس؟ أخبرني عن معرفة الإمام منكم؟ واجبةٌ على جميع الخلق؟ الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في إجابته يقدم مقدمة، المقدمة أن الله سبحانه وتعالى من لطفه على الخلق أن بعث محمداً صلى الله عليه وآله، زين الله سبحانه وتعالى أرسل الرسول. شنو مهمة الرسول؟ وماذا يترتب على هذه المهمة؟ مهمة الرسول الإبلاغ. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسوله صلى الله عليه واله حتى يسيطر على قلوب الناس بالاكراه. لا الله سبحانه وتعالى لم يكره الناس على الايمان. لذا في الايه الشريفه الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الله قادر على كل شيء يتمكن من تغيير قلوب الناس جميعا ليؤمنوا به لكن لم تكن مصلحه في ذلك المصلحه في ان يكون الناس مختارين فإذا الله سبحانه وتعالى لم يكره الناس على الإيمان، يعني بمعنى أنه غيبيا يتدخل وبقوة إلهية يغير قلوب الناس، وإنما الله سبحانه وتعالى بالطرق الطبيعية أراد هداية الناس. فلذا الرسول صلى الله عليه واله الله سبحانه وتعالى لم يجعل له إكراه الناس على الإيمان. بأن يغير قلوبهم هل رسول الله صلى الله عليه وآله نجح في مهمته هل الأنبياء نجحوا في مهمتهم؟ الجواب نعم لأنه مو مهمتهم أن الناس كلهم يدخلون في الإيمان مئة بالمئة حتى إذا تشوف مجموعة من الناس لم يدخلوا في الإيمان تقول هذا الرسول لم ينجح كلا مهمة الرسول أن يبلغ. والرسول أدى هذه المهمة بأحسن وجه. مثل ما أنت مثلا اكو مجموعة هؤلاء تحت إمرتك. أنت تجيب واحد تكتب له رسالة تقول له هذه الرسالة أوصلها إليهم. زين هذا هم أخذ الرسالة وأوصلها إليهم ورجع. هم ما عملوا بمضمون هذه الرسالة. هل هذا الشخص اللي أرسلته أدى مهمته أم لم يؤد مهمته، مت مهمته؟ الجواب نعم أدى مهمته بأحسن وجه أداها. هسه هم لم يعملوا بمضمون الرسالة، المشكلة فيهم لا المشكلة في من أرسلته. زين فالله سبحانه وتعالى اختار محمدا صلى الله عليه واله رسولا يبلغ الناس ما يقوله هذا مهمه هذه مهمه الرسول شنو يترتب على هذه المهمه؟ الذي يترتب على هذه المهمه ان الله سبحانه وتعالى اتم الحجه على الناس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ما اجبرهم ما اكرههم لكن اتم الحجه عليهم الايه الشريفه تقول ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله يعني لو الله سبحانه وتعالى كان يهلك الامم قبل ان يرسل الرسل كانت الحجه لهم لماذا اهلكتنا ونحن لا نعلم بحلالك عن حرامك العذاب الدنيوي وكذلك العذاب الاخروي. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" سواء عذاب دنيوي كعذاب عاد وثمود او العذاب الاخروي في يوم القيامه. لذلك اذا واحد في يوم القيامه لم تتم الحجه عليه في الدنيا في يوم القيامه. لا يعذب لانه لم يكن مؤمنا لان هذا الظلم والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد مثل ما ذكرنا فيما مضى اطفال الكفار الصغار طفل رضيع من اطفال الكفار مات جنين مات مجنون من اولاد الكفار في طول حياته مجنون زين هذا الرضيع هذا الجنين هذا المجنون لم يؤمن بالله ولا برسوله لأن إلى قصور ليس تقصيرا زين هذا إذا مات الله إذا يريد يعذبه هذا الظلم والله ليس بظلام للعبيد لذلك في الأحاديث إن هؤلاء الذين لم تتم عليهم الحجة الله سبحانه وتعالى يمتحنهم في يوم يمتحنهم في ال في الاخره بامتحان مذكور تفصيله في الروايات، فمن نجح في الامتحان هذا يكون من اهل الفلاح، ومن سقط في الامتحان فيكون مع اهل النار، فالذي يترتب على ارسال الرسل هو اتمام الحجه ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حيه عن بينة هذا إذا بقي كافرا فهو هالك لكن هلاكه عن بينة يعني الله سبحانه وتعالى بين له الطريق لكن هو رفض ويحيى من حي عن بينة والذي يؤمن عن بينة يؤمن إيمانه يكون عن طريق صحيح ليكون إيمانه بالشرك ليكون إيمانه بانحراف ليكون من قبيل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون كلا وإنما إيمانه يكون عن صحيح زين فإذا هذا الذي يحيى عن بينة وهذا الذي الحجة تمت عليه وطريقة صحيح شلون يكون طريقة صحيح أولا يؤمن بالله وبالرسول وبالاسم برسول الله محمد صلى الله عليه وآله ذكرنا في الحلقة الماضية أن الإنسان يجب أن لا يفرق بين الرسل يؤمن بجميع الرسل لأن الذي أرسلهم هو الله سبحانه وتعالى فمن هذه الجهة لا فرق بين رسول ورسول زين آلاف مؤلفة من الأنبياء تؤمن بهم إجمالا لأن أكثرهم ما نعرف أساميهم لكن بالنسبة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه واله تؤمن به تفصيلا أن محمدا وهو خاتم الأنبياء ولا نبي بعده وأن شريعته هي الشريعة التي يجب أن نعمل بها وأن ما جاء به من الله سبحانه وتعالى هو الحق فأولا الإيمان بالله وبالرسول الشيء الثاني اتباع الرسول اكو ناس يؤمن بالله والرسول لكن لا يتبعه عملا في مسائل العقائد في مسائل الاحكام هذا مشكله اذا في مسائل العقائد انحرف قد يدخل في زمره الكفار واذا في الفروع انحرف لم يتبع عصى الله سبحانه وتعالى فهذا يكون من زمرة العصاة. وإذا الله لم يغفر له يكون من أهل النار إلا أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. هذا الثاني الأول كان الإيمان بالله والرسول، الشيء الثاني اتباع الرسول، طبعا اتباع الرسول هو اتباع الله سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والشيء الثالث التصديق باللسان وبالقلب الفرق بين المنافق والمؤمن شنو هو المنافق ايضا يذهب الى الصلاه ولو بكسل واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا الفرق هو انه المنافق بقلبه لم يصدق لم يعقد قلبه، لم يذعن اما المؤمن صدق واذعن. زين فاحنا الله سبحانه وتعالى ارسل رسول واتم الحجه وامنا بالله وبالرسول واتبعنا الرسول وصدقناه. يكفي هذا المقدار؟ الجواب من تصديق الرسول تصديق ما جاء به سواء في العقائد او في الاحكام ومما جاء به الرسول صلى الله عليه واله الولايه والامامه من الذي امر الناس باتباع امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام؟ الرسول طبعا الرسول مو من نفسه وإنما بلغ ما أنزل الله إليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ومن نعم الله سبحانه وتعالى على رغم كثير من الكتمان وكثير من الاخفاء لكن كلام الرسول بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين وبالنسبة إلى الأئمة وصل إلى إلينا ليس عن طريق كتب الشيعة فقط، بل عن طريق صحاح غير الشيعة أيضا، سواء في كلي الأمر أو في مصادقه، في كلي الأمر من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، بألفاظ مختلفة، من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية. الأئمة من بعد اثنا عشر كلهم من قريش، اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا وامثال هذه الاحاديث التي تواترت روايتها في صحاح المسلمين بمختلف مذاهبه وكذلك بالنسبه الى المصداق يعني بيان ان هذا الامام هذا الخليفة، هذا الولي، هذا المولى هو علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام. حديث الغدير معروف حتى مثل ابن تيمية لم يتمكن من انكاره ولو بمقدار منه. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. والحديث هو طويل لكن بمقدمة الرسول صلى الله عليه واله يبينه. ألست أولى بكم من أنفسكم لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يعني امرأة تريد تتزوج لازم يكون لها رأي في ذلك إذا هي ترفض الزواج بشخص لا يحق لاحد ان يكرهها على ذلك. حتى الاب الاب لا يحق له ان يكره ابنته على زواج لا تريده. لكن رسول الله صلى الله عليه واله اذا قضى امرا يعني امراه الرسول صلى الله عليه واله امرها بان تتزوج من فلان حتى لو هي ما تريد لازم تطيع. زينب بنت جحش بنت عمة الرسول صلى الله عليه وآله وكانت ترغب في أن تتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله زين لأن هي من أشراف قريش لكن الرسول صلى الله عليه وآله أمرها أن تتزوج زيد ابن الحارثة وزيد ابن الحارثة كان في الجاهلية عبدا اشتراه رسول الله صلى الله عليه واله واعتقه ثم تبناه قبل ان يلغي الله سبحانه وتعالى وينسخ التبني وما جعل ادعياءكم ابناءكم هي ما كانت راغبة لكن رسول لكن رسول الله صلى الله عليه واله امرها بذلك فليس لها الخياره طبعا الرسول ما كان يستعمل هذه الصلاحيه الا في موارد قليله جدا، وبعد ذلك طلقها زيد بن الحارثه والله سبحانه وتعالى امر الرسول صلى الله عليه واله ان يتزوجها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فإذا رسول الله صلى الله عليه واله اولى بالمؤمنين من انفسهم، في آية اخرى الله سبحانه وتعالى يقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. وأزواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. هذه آية حول اسرة الرسول صلى الله عليه واله. أما النبي فهو اولى بالمؤمنين من انفسهم. أما زوجات النبي صلى الله عليه وآله فلهم الأمومة بمعنى عدم جواز الزواج بهن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم إلى هذا المقدار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في هذه الآية أولو الأرحام هذه الآية حول الإمرة بعد رسول الله أولي الأرحام علي بن أبي طالب والأئمة من ولده بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين طبعا آية أخرى أيضا موجودة في سورة أخرى نفس هذه الآية نفس ألفاظها وقول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ذيك الآية ترتبط بالإرث لكن هذه الآية ترتبط بالإمرأة زين فالرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم لذا في يوم الغدير قال لهم ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى بهذه المقدمة الرسول صلى الله عليه وآله بعد ذلك قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه هنا كلمة المولى بهذه المقدمة وبالقرائن داخليه والخارجيه بمعنى الاولى بهم وهكذا احاديث كثيره بالخصوص ان تمني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي زين شنو منزله هارون من موسى اذا غاب موسى فخليفته هارون وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وجرى على علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام نفس ما جرى على هارون في غياب موسى. ولذا امير المؤمنين بعد يوم السقيفه خاطب الرسول صلى الله عليه واله في قبره ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، نفس كلام هارون لموسى عليه الصلاه والسلام بعد ان رجع من الطور. فاذا الرسول بلغ عن الله بان عليا عليه الصلاه والسلام هو الخليفه من بعده فيجب على من امن بالله وامن بالرسول واتبع الرسول وصدقه ان يعتقد بامامه امير المؤمنين علي بن ابي طالب. والائمه من بعد الامام علي. وفقط الامام علي. يعني واحد يعتقد بالامام علي ولا يعتقد بغيره من الائمه، هذا لا يجزي لا يكفي. كلهم الائمه من بعد اثنا عشر كلهم من قريش، كلهم يعتقدوا بهم. لذا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ميتة جاهلية يعني شنو يعني ميتة كفر ونفاق حسب بالظاهر يحكم عليه بالإسلام عندنا مشكلة جميع من تشهد الشهادتين فيعتبر مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. لكن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه الا اذا كان على الطريقه التي ارادها الله سبحانه وتعالى. فإن معرفه الامام منا واجبه عليه. زين اما اذا واحد لم يؤمن بالله هل يمكن ان يؤمن بالامام؟ ما يصير. يعني افرض فد واحد نصراني. هذا النصراني الذي لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه واله رسولا. كيف يمكن ان نطلب منه ان يؤمن بالامام علي بن ابي طالب اماما من طرف الله سبحانه وتعالى. امامه امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام. متوقفه على نبوه محمد صلى الله عليه واله رسول الله. زين اذا واحد ما يقبل الرسول بالنبوه، كيف يقبل الامام بالامامه؟ احنا احيانا مثلا في بعض فروع الدين نتكلم مع بعض الناس نناقشهم. زين يقول انه ليش صلاه الصبح ركعتين؟ وصلاه الظهر اربع ركعات؟ لا بالعكس لازم يكون صلاة الصبح لازم تكون أربع ركعات وصلاة الظهر تكون ركعتين زين يقول لي تجيب لي الدليل العقلي على أن صلاة الصبح لازم تكون ركعتين يقال له بعض الجزئيات إحنا ما نتمكن نجيب لها الدليل العقلي إحنا لازم نتكلم بالأصل أنت تقبل الله سبحانه وتعالى وتقبل الرسول إذا قبلت الله وقبلت الرسول صلى الله عليه واله، لازم تقبل بجميع ما جاء به الرسول، ومما جاء به الرسول صلى الله عليه واله أن صلاة الصبح ركعتين. لكن إذا واحد لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالرسول، أصلا نقاشه في أنه صلاة الصبح ركعتين، هذا نقاش عقيم. ما يفيد هذا النقاش معه. اكو بعض الأشخاص مثلا يجي يناقش في بعض الأحكام. لماذا الحجاب واجب؟ لماذا الصوم واجب؟ لماذا الخمر حرام؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ زين بعض الامور يمكن واحد يستدلها بامور هسا سواء هي ادله هي استحسانات هي ذوق هي اقناع لا باس بذلك بعض الاحيان هم القران الكريم بين بعض منافع الواجبات بعض مضار المحرمات في الروايات موجود لكن أحيانا العلة لم تبين لنا أو إذا بينت الطرف المقابل ما يقتنع بها لأن الناس أصناف زين نقول له أنت لا تناقش في الجزئية تعال ناقش في الكبرى الكلية أنت تقبل الله إذا ما تقبل الله نجي نناقشك ونجادلك بالتي هي أحسن لإثبات الله سبحانه وتعالى تقبل الرسول محمد صلى الله عليه وآله أو ما تقبله إذا ما تقبله إحنا نجي نجادلك ونتباحث وياك في اثبات نبوته صلى الله عليه واله زين اذا قبلت الرب العالمين وقبلت النبي محمد صلى الله عليه واله وقبلت ان ما جاء به محمد انما هو من الله سبحانه وتعالى لازم تقبل سواء اقتنعت لو ما اقتنعت مثل ما واحد مريض بمرض شديد يروح للطبيب زين الطبيب مثلا يصف له علاجا مرة يسأل شنو سبب هذا العلاج؟ الطبيب يشرح له يلتفت. مرة لا يلتفت لأن بعض الأحيان أمور تخصصية. يقول إذا أني ما التفتت ما افتهمت، لا أني ما أعمل بوصفة الطبيب. نقول له أنت تقبل هذا الطبيب لو ما تقبله؟ يفتهم لو ما يفتهم. مرة تقول أني ما أقبل هذا الطبيب، نقول له زين راجع طبيب آخر، راجع طبيب ثالث، راجع طبيب رابع. لكن مرة تقول أني أقبل هذا الطبيب. زين اذا تقبله لازم تطبق ما يقوله. فلذا الامام عليه الصلاه والسلام يقول فمن امن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فان معرفه الامام منا واجبه عليه. ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما يعني ولم يعرف حقهما لم يعرف حق الله سبحانه وتعالى ولم يعرف حق الرسول فكيف يجب عليه معرفة الإمام يعني كيف يمكن أن يعرف الإمام هذا النصراني اللي مدح أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا تقل شيعة هو علي إن في كل قلب منصف شيعية مثلا أو كتب صوت العدالة, العدالة الإنسانية وبقي نصرانيا بس احنا ما ندري شنو في قلبه لكن حسب الظاهر بقي نصرانيا الى ان مات زين هذا عندما يمدح امير المؤمنين لا يمدحه بعنوان انه من طرف الله منصوب يمدحه كحاكم عادل كاديب بليغ كشخصيه من عظماء التاريخ هذا لم يؤمن به ليش لانه لم يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه واله بعض النصارى يجلون رسول الله. لكن اجلالهم له بعنوان انه مصلح عالمي مثل ما يجلون غاندي مثلا. لكن هل آمن به بعنوان انه من طرف الله سبحانه وتعالى وانه رسول وانه يجب ان يتبعه كلا. فهذا لا يل لا يفيد لا ينقذه في الاخره فالذي لا يعتقد بنبوه الرسول لا يمكن ان يعتقد بامامه امير المؤمنين فلازم اول يؤمن بنبوه الرسول تروح لذيك المرحله وبعدين تجيبه الى ادله امامه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وللحديث تتم نتركها الى حلقه قادمه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين